طيب على ما نشوف بس مشكلة الستريم بعد شوي الحين طاف، خلنا بس نبلش الجيم الأول عشان ريال مستعجل. يلا أحمد انطلقوا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية، حياكم معانا اليوم إن شاء الله بالستريم. عندنا الكواليفاير حق ديزرت نايت 3 اللي راح تكون إن شاء الله بالرياض، تاريخ كم؟ تاريخ 10/2 إن شاء الله. معاكم أر كي بي، معاكم المراد. يلا أول جيم إن شاء الله راح يكون جالكسي ضد بورف، بازر ضد لوسينا. بالنسبة حق الماتش اب شنو تتوقع؟ شنو الأفضلية حق منه تقريبا؟ الأفضلية يا محفوظ السلامة حق مارث لوسينا 100% راهي، بس لا ينصد هذا بوزر. عارف بوزر صادق يسوي كذي بوزر بالضبط. ولا ايش رايك انت؟ تعور تعور بس انتحر. انا والله عبالي جالكسي اللي انتحر صدمني. بس طبعا اللي الحين بيلعب هذا حاليا راوند روبن، يعني 6 مشاركين راح يلعبون ضد بعض. عندنا جالكسي، بورف، زاش، سايكا، باد ابل، سايكا وتندر. حلو، ف يعني حتى مثلا لو افترضنا ان مثلا احد منهم خسر جيم ولا شيء ما تفرق، لان هذا في النهايه يعني كواليفاير حق البطوله نفسها، يعني راح يحدد السيدنج بوينت مالتهم شلون تصير، يعني منو ينحط سيد اعلى من منو. تمام فما ادري يعني تشوف. اشوف يعني لحد الحين اللي بورف قاعد زين، يعني مو مشكله، يعني عدل انتحار المساع مو اتش جارد الحين. اي لا والله صعبه على باوزر، يعني اذا ما طلعت له وهو راد بالابي شويه صعبه احسها. ولا انت تشوف يعني شوف الاقام يعني قتب سوى قتب من لد شويه صعب بطيء على ما يقوم عرفت وترد تي الطقه تطول تاخذ وقت. صدق انا افضل يلعبون بمارف احسن من لوسينا. انتحار مره ثانيه؟ انتحار انتحارتين. يلا ما عليه، طبعا الجيم كلها راح تلعب بس توب 5. كل واحد راح يلعب بس توب 5، يعني كل واحد راح يلعب خمس راوندات مثل ما يقولون، او خمس قيوم، يعني هم اي خمسة تات كلهم بس توب 5، كلهم بس توب 5 حق كل لاعب، يعني عرفت شلون؟ كذي يعني، فمطولين اليوم قاعدين على قولتهم. اي في تغيير بالستيج؟ لا والله ما ادري، يعني اشوف الجيم اللي فات الصراحه ما اشوف يعني بورف اداء سيء كثر ما انه يعني متوتر شويه، عرفت شلون؟ وانتحر كذي. ولا المفروض يعني انه يكون في مجال، في مجال بس توب 5 على قولتك، بس توب 5 يا اخي. والله النار حلوه حق الاشقاط، ممتازه حتى ما تشارزارد. اي ما تشارزارد اقوى. اي ما تشارزارد اقوى. هذه والله يعني لما تنطق تحس طلعت روحك، ها تشلع الروح. على رايك مسخنها بعد. المشكله ان عرفت اللي يطقك شيء بريلت انت شنو شيء عادي، شو المشكله 20 بس دمج مو وايد كلش. لا بس 20 صار مره ثانيه ويموت. سايك بازر ما يحتاج اقول. عاد انت تلعب لوكاس يعني ف ف ف ف الطوله بس حجمه عوده ترى حق الفوست ستول يساعد وايد. صدق والله؟ اي والله. بس فلوتي ما تكمل عليك فلوتي، هذه المشكله. شوف طالع شلون هالكبر والثقل وفلوتي، انسى. انا ما ادري شلون. اوف والله كلش، يعني احس ان عرفت اللي يعني وايد كمبات المفروض تحوش على كل هالعظام. ايه واللحم والشحم ماكو. ماكو فايده. اي عرفت شي هوا باك ثرو غريبه والله. شنو توقعت؟ موضوع اوف ثرو يعني عنده ريج وايد. يعني ثم ساعه باك ثرو من عند لج باكير ولا شيء كذي الوداع. ها شنو بيصير فلاش شويه عرفت؟ يعني نير حق حركات يعني عرفت؟ بالنسبه حق بورف عنده لاعب غير لوسينا؟ عنده والله الواعب الوعيب انا يعني هذا اللي اعرفه. هو اساسا ترى يلعب تون لينك. عارف؟ شلون ماتش اب تون لينك باوزر؟ والله يعني الامانه صار مده طويله ما شفت تي ان تي وجالكسي يلعبون، بس العاده يعني جالكسي نقيلة ميثانايت. ميثانايت ها؟ اي إيه عرفت يعني ما ادري هل ان الكامبو يضبط؟ ها؟ 65؟ لحظه يعني حق باوزر ولا حق حق لحظه ها الكل يقول حق ثنيان مو حق تولينك ها؟ 56 حق تولينك ها؟ اي جالكسي يقول 56 حق تولينك. 56 حق تولينك. 65 65 سوري سوري 65 56 شنو؟ الارقام غلط. اي بالضبط. اي حول ناس حول ناس حول ناس اي حول ناس نشوف الجيم اوديو كنا ترى مو واضح، نرفع عليه شويه خلينا نعطي جيم اوديو شويه على اساس انه يعطي. خلينا نشوف ورا الجيم هذا نشيك نشوف اذا السيتنجز مضبوطه ولا لا. حلو ف
طبعا اذا في احد والله شنو ماكو في اي والله ماكو فيورز الظاهر الستريم علق ولا شيء وراها نرد نشيك المهم فاشوف الحين حول حق ناس العاده هو يا صاحبي يعني عندنا شو اسمه فين يلعب يعني ناس على طول وفي مره من المرات يعني بدع ضد فهود بوحده من البطولات ضد سونيك عرفت اي فيعني الشخصيه هذه مو غريبه عليهم عرفت يعني ادائهم حلو فيها ولو تلاحظ ان ترى وايد من شباب الكويتين يعني ما نشوفهم وايد على الستريم اغلبهم يلعبون ناس صح لاحظ طبعا انت ربع ونت ال من عشاق ارفان في مجال توقف والله شايده اخي والله شايده هذا مشكله ناس يقعد وايد برا ها بيقعد اندر بالضبط الريكفري ماله وايد تعبان ها الريكفري تعبان اي انت شي عرفت يطلع فيك ثندر انت شي طاخ مات حيل لوكاس وايد اهون على الاقل عنده الزير اي والبيكي ثندر مالته اطول ومالتي هيت يعني بالضبط ما تحوش مثلا اللي ضدك بس خلاص انتهي ها بيكي ثندر بيكي فاير الصوب الثاني الاسترتشر يبي قراب يبي قراب الحين ولا ما تذبح الباك المفروض الباك ترى تذبح بس هو حاليا يبي البيكي فاير نايس 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 كان ترى قار الاير دوج بس بس ما كان قار الجنب بس الاير دوج خرب عليه ها طلع وراه نير يا الله دمج كثر ما يقدر والله بغي يموت من نير يا تب وقتها بغي يموت ها صماخ والله كان يبي صماخ شكله ترى والله الصماخ يخوف شوي بالضبط ما يطلع له لو دون ثرو بس الوجه العكس ها بس مات 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 ما قلت لك وهذه 3 او حق جالكسي هارد لك بورف هارد لك 3 او حق جالكسي 3 او حق جالكسي يلا زين منو ضد منو الحين والله ما يندره